لوصف هذا الذي شاهدته ولكن كان استثنائي فعلا. يستحق ليونيل ميسي كاس حافظ. انا قبل المونديال قلت الارجنتين وقبل المونديال توقعت انه ميسي نال افضل لاعب، طبعا كان مجرد توقع ولكن صدق في نهايه المطاف لانه صراحه ميسي يستحق كاس العالم. اليوم رونالدو لن ينام وكيليان مبابي سيبكي كثيرا، وبدون شك نيمار سيتحسر على تضييع هذه الفرصه ايضا. لا ولكن في نهايه المطاف سيدركون بان ميسي يستحق. يعني لو سالت اي واحد فيهم تقول له اليوم من تريد ان يفوز بكاس العالم يقول لك ليو ميسي. اللي يبكي ممكن مشجعين تاعهم بشكل او باخر، لانه العاطفه نعم موجوده في الكره ولكن المنطق يقول بانه ميسي يستحق ان يفوز بكاس العالم. حفيظ، ماذا حدث في تلك الدقيقتين؟ كيليان مبابي سجل هدفين في 97 ثانيه، ماذا حدث بالضبط؟ لماذا خرجت الارجنتين من المباراه وكيف عادت؟ لا، تغييرات تعديش اولا صنعت الفارق، دخل نفس وروح جديد. ثاني الارجنتين اعتقدوا بانهم فازوا رغم انهم كانوا مركزين بشكل كبير، 7 أو 8 دقائق بنهايه المباراه اعتقد بداوا يفكروا في التتويج في ذلك. وبعدين الفرنسيين عارفين بانه ما بقى لهم ولا شيء، رموا بكل ثقلهم ركله الجزاء والهدف الاول. نعم. طبعا حفزهم باش يسجلوا هدف ثاني، وبعدين لما يكون عندك مبابي في جهه يصنع الفارق فايرا. نعم، ميسي في رايك هل من الافضل ان يعتزل المنتخب الان ام يواصل هذا؟ أنا أتوقع أن يعلن بعد نهاية المباراة بأنه لن يلعب مجددا مع المنتخب. أتمنى أن يعتزل لأنه ليس لديه ما يربح الآن مع المنتخب. نعم. بالنسبة لديدي ديشون هل الآن وقت الرحيل؟ خلاص مش يرحل لأنه أخفق، لا هو توج بكأس أوروبا وكأس العالم وصل النهائي مرتين متتاليتين، لأنه فرنسا في حاجة إلى نفس جديد، عندهم جيل جديد طالع، هي في حاجة إلى نفس جديد وفرنسا فيها مدربين ممكن يقودوا المنتخب. نعم. الصورة التي بقيت عالقة في ذهنك من هذه المباراة حفيظ، خاصة تتويج ليونيل ميسي ب لا ميسي لما عنق الكاس، يعني هذه أفضل لما قبل الكاس، هذه أجمل صورة. نعم، شكرا جزيلا لك حفيظ، بارك الله.